مغربي فخر للمغاربة، هم أبناء هذا الوطن حتى وإن غادروه في سن مبكرة، سيظلون فخراً لهاته الأمة بإنجازاتهم وأفكارهم ومستوياتهم العلمية والأكاديمية، وخير سفير للمغرب. طيور مهاجرة حطت الرحال ببلدان أخرى لتكمل مشوار التحصيل وبعده المسيرة المهنية، فحققوا ذواتهم وبصموا أسماءهم في سجلات من فخر واعتزاز ببلدان النشأة والاحتضان، غير أن الوطن يظل في القلب والوجدان. ومنهم على سبيل المثال للحصر البروفيسور والعالم منصف محمد سلاوي. هذا الاسم الذي لم يكن كثير من المغاربة يعرفونه حتى ظهر فيروس كورونا الفتاك، فأصبح البروفيسور والباحث والعالم والخبير في صنع اللقاحات المضادة للفيروسات حديث الساعة، ذلك لأنه اختير عضواً في لجنة خماسية تضم علماء كباراً كلفوا بصنع لقاح ضد فيروس كورونا. وجاء الاختيار وليد الجهود التي قام بها العالم المغربي خلال سنوات عديدة من جدية جعلته يصبح أستاذاً في جامعة هارفورد أرقى الجامعات الأمريكية، ويرأس مجلس إدارة اللقاحات في شركة غلاكسو سميت كلاين الأمريكية، ويشارك بشكل مباشر في اكتشاف غالبية لقاحات ضد أمراض منها الملاريا. ورغم انشغالات العالم منصف المتعددة، فإن تعلقه بوطنه يظل قائماً واعتزازه بمغربيته يبقى راسخاً، وافتخارنا به واجب يعزز وطنيتنا ويوطد انتماءنا إلى مغربنا الحبيب.